هلا رح اعمل اساين للودز اون سلابس. اعمل بالاول سيلكت لكل سلاب، سيلكت اوبجكت تايب فلورز. هعمل اساين لللايف لود 2 كيلو نيوتن بير متر سكوير على كل سلابس من ضمنهم الروف والروف توب. من اساين شيل لودز يونيفورم، نختار لود باترن لايف 2 كيلو نيوتن بير متر سكوير. طبعا بالنسبة للروف، لو عنا ووتر ستوريج تانكس على الروف بدنا ناخدهم بعين الاعتبار ونجيب اللايف لود اللي إلهم. انا هعتبر انه ما في ووتر ستوريج تانكس على الروف، فحناخد اللايف لود 2 مثل التيبيكال فلورز. هلا كمان هعمل سيلكت لكل فلورز، سوري لكل سلابس باستثناء الروف والتوب روف، لان هيدول ما عليهم سوبر امبوزيتد لود. فراح اعمل لهم ان سيلكت للروف والروف توب. سوري كنا عاملين سيميلر ستوريز، هحط اون ستوري سيلكت اول فلورز، هاطلع على الروف واعمل ان سيلكت للسلابس. كمان الروف توب سوبر امبوزد لود 5 كيلو نيوتن بير متر سكوير. هلأ هعمل سيلكت للريبت سلابس بس. من سيلكت بروبرتيز سلاب سكشنز ريبت اكس وريبت واي، كرمال اعمل اساين للديد لود تبع الهوردي بلوك، لان الاي تابس ما بيحسب الديد ويت للهوردي بلوكس، بيحسب بس للكونكريت. لنحسب الهوردي بلوكس ويت بير متر سكوير، هنستعمل هايدي السكشن بالون متر سكوير من الريبت سلاب. عنا تقريبا 10 بلوكس هوردي، لان عنا الهوردي 42 سنتيمتر الويت و 14 ريب و 42 98، وعنا 5 هوردي بلوكس بهيدا الاتجاه بيعملوا لنا 1 متر، فتقريبا 10 بلوكس بال 1 متر سكوير. وهيدا البلوك اللي مستعملينه نحنا الويت له 0.2 كيلو نيوتن، فالويت لل 10 بلوكس 2 كيلو نيوتن، فمفروض نزيد 2 كيلو نيوتن بير متر سكوير للهوردي ويت 2 كيلو نيوتن، وهيدا طيب اللي له ديبث.